احوج الامه الان ان تدعو هذا الدعاء. ان نعود الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. انظر الى سيدنا رسول الله، هو جلس، شعر اهل مكه كذبوه، اهل الطائف كذبوه. نعم. فاين يذهب؟ لمن يدعو؟ لا بد ان يدعو الله. ونعم بالله. اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي. وهذه يجب ان تكون دعوه كل واحد فينا. والله يا ابني احنا الان كالايتام على مأدبه اللئام. نعم. تتقاذفنا العولمه يتقاذفنا شرار البشر، يريدون ان يستأصلوا شأفتنا وان يمسخوا هويتنا، ولكن بفضل الله هناك من ينافحون عن دين الله عز وجل. ونعم بالله. يعني تجد الانسان اصبحنا الدين يعاني غربه، واهل الحق يعانوا غربه، لكن لابد من الثبات، لكن لابد من الثبات. اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس. تخيل الرسول يقول هواني على الناس، اشكو اليك ضعف قوتي قله حيلتي هواني على الناس. احوج الامه الان ان تدعو هذا الدعاء يا رب. والله اصبحنا هينين، ليس لاننا هينون، لا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، لكن الاعلون بالتطبيق وليس بشهادة الميلاد. نعم. بالتطبيق وليس بقولي اني مسلم. الله سبحانه. يا اخي اصلي واظلمك، اصلي وارتابك، اصلي وانشر عنك السوء، اصلي واخبئ عنك اخبئ حسناتك عن الناس، وانظرك سوء واصغرك امام الناس. ما فائدة الصلاة؟ اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. الى من تكلني؟ بالله عليك الامة الان ان لم تتكل وتتوكل حق التوكل على رب العباد. نعم. من ينصرها؟ من يقف بجوارها؟ سبحان الله العظيم، الله اكبر. الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني. ماذا يقصد بالبعيد عليه الصلاه والسلام؟ هؤلاء اهل الطائف، ام الى عدو ملكته امري؟ هناك في مكه انا جالس وسط اقاربي ولكن اعدائي. يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. نعم. سبحان الله، مش ابو لهب عمه يقول له تبا لك ألهذا جمعتنا؟ تجمعنا عشان تقول ان الله واحد واننا رسول؟ صحيح. ومن لحظات يقول له انت الصادق الامين. هكذا الفاجر لا تقول فيه. سبحان الله. الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ولكن راى الرسول ان حده الدعاء عاليه ضخمه. قال ان لم يكن بك غضب علي فلا يا الله. ان لم يكن بك عليه غضب علي يا ربي. المهم ان تكون راضيا. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. نعم. ولكن يقول ولكن عافيتك هي أوسع لي. عليه الصلاة والسلام. يا رب عافيتك تسعني، أنا عبد. بهذا المنطق انظر إلى إخلاص الدعاء من أكبر يعني داعية عرفه التاريخ. أكبر رق يعني أرق قلب في العالم قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بهذه الرقة. إن لم يكن بك غضب علي. لا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماء والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. يرد وجه الله سبحانه. لا إله إلا الله. هذا صدق التوكل من سيدنا رسول الله يعلمنا كيف نتوقع الله، كيف نلجأ إلى الله في الدعاء. لا ندعو دعاء المشير ولكن ندعو دعاء المستجد، دعاء المسكين المحتاج إلى الله عز وجل. سبحان الله. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماء والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى. يا الله.